لك ما بتحترموا انه في مخلوقة نايمة جوا مدفوسة؟ شو ست لبنى؟ استحوا مات وخلاص ما عاد في ذوق بنوم؟ وليش هيك عم تعيطي ست ميديا؟ صار لك يومين نايمة بالغرفة ما حدا قارشك، ولا لازم الواحد يحبس حاله بالمنفردة هيك بتنبسطي أكتر؟ شو لك علاقة فيني عم تحاسبيني على نومي؟ إن شاء الله نام شهر، أنت ما دخلك فهمانة؟ ومين قال حبيبتي إنه أنا إلي علاقة؟ أنا أحب ما على قلبي إنك تنامي. ما منظامنين عبادي. خلصنا بقى بنات؟ شو صار؟ خلص ميديا؟ روقوا بقى، خلص لبنى. أنا اللي خلص ولا هي اللي خلص؟ مين اللي عم يعمل مشكلة؟ ما شافتي شو عم تحكي معي؟ عن جد عن جد أنا آسفة، الحق علي لأنه أنا ميديا عم بحكي مع وحدة مثلك. على حب النبي ميديا، بلا ما تعملوا مشاكل مع الصباح. شو بكم؟ شامين؟ شوفي معقولة معكم شامين هالريحة؟ ما شي أنا شوفي ريحة شو عم يحترق؟ لسانين شي على الغاز؟ لا حبيبتي هي ريحة فيوزات اللي احترقوا. لك إذا لساتك شقفة كومبارس أمك ما بتعرفك وهيك عم تعملي، ما تصيري وتتصوري شو بتعملي. يا شايفة حالك؟ كوني بدي أقول هالزمكة هالفشلة. أنا الزمكة ولا أنت يا فاضية يا مدعية؟ أنت اللي فاضية ومدعية. لك اسكتي اسكتي خلاص روحي علي اتركوني روحي خلاص حياتك ما بتصير. لك خلصت خلصت بقى أنت وياها، عن جد العيشة معكم صارت ما بتنطق. العمص مش كني جيت بوقت غير مناسب انا؟ يعني في بالعاده ما تجي غير بوقت غير مناسب. يلا يلا. سلامات صبايا. اهلين. خير ان شاء الله، ايش في ليش هيك صوتكم طالع على برا؟ ما في شيء، بس كنا عم نتدرب على الغنى. ايه. عم تتدرب على الغنى؟ لا هذا غنى هذا بعي هذا. هلا انا بسمعكم احلى اغاني لصباح فخري. يي 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 ايش بقى هسه ميديا؟ ميديا ميديا. ايه ايش بقى هسه ميديا؟ ليش هيك عيونك منفخة وعم تبكي ووجهك متنر؟ ايش في خير ان شاء الله؟ كني اكلتي لك صواب ميكن ولا عم تمثلي تمثيلية لعندك دور جديد مو بالله؟ اي والله عندها دور جديد. على كل حال انا جبت لكم معي مامونية، امي بعتت لي اياها من حلب وحلفتني 100 يمين و100 عظيم انه ما احط بتمي ولا لومة قبل ما طعمي جارتنا سميحة من نماسي وكمان رفقات جارتنا كمان لازم يسلموا ايديك. يسلموا ايديك. عندكم ايما؟ سعادي عجبكم هيك؟ فضحتونا فضحتونا. تعرفي سميحة لازم تسكبي للصبايا، لازم يدوق المامونية، لازم يعرفوا ايش قد اكل حلب طيب وكويس. تعرفي جارتنا سميحة بدي اقول لك شغلة وما تزعلي مني، انا هذا الوضع ما خرج اسكت عليه طاول. ان وضع؟ ما عم بفهم عليك. اين وضع؟ وضع البيت والمشاكل بين البنات. اي والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انت ساكنة بهذا الجو الملوث اخلاقيا وفكريا، وبتعرف انه انا عرفان وساكت. اي والله 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 لما تعود تحكي معي طاول طاول. لك شو عم تحكي انت؟ البنات رفقاتي ومثل اخواتي وأنا مرتاحة هون. يعني ما تواخذيني بهالكلمة يا جارتنا يا سميحة، أنا ما بقدر إلا أنقل الصورة الحقيقية لحلب عن اللي عم بيصير هون بالشام، لأنه خالته فريدة لما شافتني بحلب ودريت أنه أنا عارفان أنه أنت وين ساكنة أمنتني أمانة الله وقالت لي يا ابني يا قدري الله يرضى عليك ترى سميحة مثل أختك. أنا إيش قلت لها؟ قلت لها ولو مثل أختي وأعز. هي إيش قالت لي؟ قالت لي على راسي. أنا إيش قلت لها بقى؟ طبق ورد. هي إيش قالت لي؟ قالت لي أنت فاستو. هلأ أنت إيش بدك بتقول يا تسيرة؟ المهم هلأ بصراحة أنا وضعك هون بهذا البيت ما وعجبني طاول طاول، فما تواخذيني بهالكلمة. بعدين كأنه هذا البيت سمعته مي كويسي. أنا ما بستحق تحكي عليهم بهاي الطريقة، البنات مربيات أحسن مني ومنك، بعدين أخلاقهم كتير نظيفة وهن مالهم بالعادة يتخانقوا. مربيات وصواتن وصلاني لآخر الشارع؟ لك إيش بدها تقول العالم والخلق عليكم؟ آه شو بدهم يقولوا؟ عادي سوء تفاهم، هاي أول مرة بيتخانقوا والله. يا ليلى يا حبيبتي لا تجني، بكفي ميديا ولبنى، يعني ما تجني مثلهم، أنت العاقلة. طقت روحي من العادة بهذا البيت، هذا بيت كوكو مجانين كلياتكم مجانين، كل يوم خناق 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 خناق، الحاجة ما طقت روحي ومعقول. طب لوين رايحة؟ رايحة صوح بالشوارع، رايحة على الحفا. وانا شو دخلني؟ ان شاء الله بتنضربي منك. لا 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 انا الحمارة ها.
قلتي لي مربيات ما؟ جوز اللبنجان؟ ما أسألك؟